البداية مع الحدث اليوم، وين تتوجه الأنظار؟ إلى مصر تحديدا، وعلقة دور ربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية اللي باش تجمع بين النجم الساحلي وأهلي طرابلس الليبي في الإسكندرية. جديد رحلة النجم الساحلي والاستعدادات ناخذوها كيف العادة في المباشر من عند مبعوث كنوز افام الخاص في مصر شادي سميدة. مرحبا بك من جديد شادي. مرحبا بك من جديد خديجة، مرحبا بكل المستمعين مباشرة من مدينة الإسكندرية المصرية، وين يلعب اليوم النجم الساحلي مباراة ذهاب الدور ربع نهائي المسابقة رابطة الأبطال الإفريقية ضد فريق أهلي طرابلس الليبي. المقابلة باش تلعب مع 7 متاع العشية بتوقيت تونس، 8 متاع الليل بتوقيت مصر، باش يظفرها الحكم الجزائري مهدي عبيد شرف. الحكم هذا عمره 37 عام وحكم دولي منذ سنة 2011. بالنسبة للطقس، درجة الحرارة حاليا في منطقة برج العرب هي 31 درجة، من المنتظر أنها باش تنخفض مع وقت المقابلة 26 درجة. النجم الساحلي باش ينزل اليوم بالتشكيلة مغايرة على التشكيلة اللي لعب بها في المواجهات الأخيرة والفارت اليوم في الكاج. نلقاو أيمن البلبولي على اليمين، حمدي النجاز على اليسار، غازي عبد الرزاق في الأكس، زياد بوغطاس وعمر كوناتي، قدامهم محمد أمين بن عمر، أيمن الترابلسي، أيمن الشخصي، إيهاب المساكني، الخلي بانجورا وديوغو أكوستا. شادي، إذا كان تعملنا طلع على عناوين الصحف، أكيد كل الأنظار من جهة الصحافة، زادة سواء الصحافة المصرية أو الصحافة الليبية، شنو حكاوا على المباراة اليوم؟ بالفعل خديجة، كما نعرف المباراة باش تلعب في استاد برج العرب بالإسكندرية، لكن ما فيها حتى طرف مصري، هذاك علاش ما لقيناش بعض الصحف المصرية تتحدث على مباراة الإتوال وأهلي طرابلس، ما عدا بعض الصحف الإلكترونية كما اليوم السابع المصرية نشرت مقال اليوم عنوانه مغامرة أهلي طرابلس الإفريقية تستمر أمام النجم الساحلي ببرج العرب. بعض الصحف المصرية تحدثت على عمرو مرعي مهاجم الإتوال، كما الإهراب كتبت مقال عنوانه كوبر يراقب عمرو مرعي أمام أهلي طرابلس. قالت فيه اللي مدرب المنتخب المصري كوبر كلف مساعده محمود فايز بالتحول استاد برج العرب متابعة المقابلة ومتابعة بالأخص عمرو مرعي والوقوف على مردوده من أجل استدعائه للمنتخب المصري. بالنسبة للمقالات الأخرى في مختلف الصحف الليبية، نلقاو مقالات من في أخبار ليبيا مقال عنوانه أهلي طرابلس يخوض مباراة مصرية أمام النجم الساحلي التونسي، وفي طرابلس اليوم مقال عنوانه مباراة الحسم الأهلي أمام النجم. هذا تقريبا شنو عنا وشنو حكيت الصحف المصرية والليبية خديجة. أكيد أكثر الأخبار في نشرتنا الرياضية القادمة وعلى سيت ويب انتي على كنوز FM.net.